التلفزيون العربي. أبدأ بهذا الخبر العاجل ديما، وهو إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط نتيجة لانفجار قنبلة في إطار غير عملياتي. وأيضا بحسب بيان الجيش، فالشرطة العسكرية الإسرائيلية تفتح تحقيقا في الأمر. عادة عندما تفتح الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقا في أي أمر، هو بسبب الاشتباه بوجود أمور جنائية أو مخالفات للتعليمات تحمل طابعا جنائيا، وليس مخالفة للتعليمات بمعنى جنود عاديون خالفوا التعليمات. هذا قد يمكن أن يشير إلى شجار بين جنود إسرائيليين، إلى محاولة للهو بين جنود إسرائيليين انتهت إلى مقتل ضابط إسرائيلي. منذ بداية هذه الحرب، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينبه كثيرا إلى أن عددا من الجنود والضباط الإسرائيليين أصيبوا وقتلوا نتيجة لمخالفة القواعد ونتيجة للنيران الصديقة، لكن مرات قليلة جدا أعلن بشكل رسمي عن فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية الإسرائيلية في هذا الأمر. ربما نكون أمام حدث أو خلافات بين جنود لم تتضح حتى الآن تفاصيلها. فيما يتعلق بعملية خان يونس، الاحتلال الإسرائيلي ادعى عبر وسائل إعلام إسرائيلية أنه رصد خلال الفترة الماضية محاولة من قبل حركة حماس لإعادة بناء قدراتها العسكرية في المناطق التي باشر الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية فيها. نذكر أن عملية خان يونس الأولى استمرت فترة طويلة جدا، استمرت من مطلع ديسمبر مع انهيار التهدئة الأولى في ليلة الثاني أو الثالث من ديسمبر، واستمرت حتى السابع من أبريل الماضي. وكانت هذه العملية هي أطول عملية عسكرية يخوضها الاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط في قطاع غزة إنما خلال عقود طويلة. وكان كلما تعرض لانتقادات عن طول هذه العملية العسكرية ولماذا تستغرق وقتا طويلا، كان يجيب إنه يعمل في تلك المنطقة بمنهجية، وكان يصفها بستالينغراد قطاع غزة، وأن هذه المنطقة مليئة بالأنفاق وكان يعمل على تفجيرها. لكن رغم هذه العملية العسكرية الطويلة والمنهجية بالدعاء الجيش الإسرائيلي، إلا أن إذاعة الجيش ترصد اليوم أو تدعي اليوم أن حركة حماس أعادت أو تحاول إعادة بناء جزء من قدراتها في تلك المنطقة. فقط أشير ديما إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع أي حياة طبيعية في أي منطقة في قطاع غزة باعتبارها محاولة من حركة حماس لإعادة بناء قدراتها. نذكر تحريض الإسرائيليين من صحفيين وإسرائيليين عاديين على سوق مدينة جباليا حين تم افتتاحه في تمهيد لعملية عسكرية ثانية للاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك من القدس مراسل عربي أحمد دراوشة التلفزيون العربي.